كان حارس المرمى عدنان الحافظ نجم كرة قدم في سوريا، إلا أن المأساة التي تعيشها بلاده أرغمته على خوض رحلة غير مأمونة العواقب إلى أوروبا، وقد ترك الآن النجومية من أجل حياة أكثر أمانا في بلجيكا. نتابع. متمرس هو في حراسة المرمى في وطنه سوريا، لكن قسوة الحرب نقلت هذا الشاب إلى مكان آخر، نقلت عدنان إلى بلجيكا دون أن تبعده عن رياضته المفضلة. مريت بظروف صعبة وقت اللي وصلت لهون، يعني بسبب يعني تكلفة الطريق المرتفعة، يعني بتعرف شيء، لم يبقى معي شيء، وبدأت هنا من لا شيء، ووصلت لهنا يعني حتى ثياب ما معي. في أكثر من ناد سوري خاض بطولات محلية بكرة القدم، بطولات للشباب مكنته أيضا من الاحتكاك بلاعبين في أوروبا، غير أن القدر جعل منه لاجئا في بلجيكا، قدر صنعته الحرب فقرر التحدي. كان أحد الأهداف أني أعمل علاقات مع يعني ناس بلجيك لحتى يساعدوني بإني لاقي شغل، لأنه بهاي البلد ما حدا بيقدر يساعدك بموضوع الشغل إلا أهل البلد. كان عندي هدف آخر أني ضل مستمر بلياقتي وبحيويتي. بانتظام يلعب هذا الرياضي السوري مع فريقين بلجيكيين صغيرين وثالث للاجئين، هو يبحث عن فرصة حقيقية تعيده إلى الملاعب يوما، لكن كمدرب محترف، فرصة لا يراها مستحيلة، تضعه على طريق أكثر نجاحا في مسيرته الرياضية. وينضم إلينا من بروكسل عبر سكايب عدنان الحافظ حارس المرمى السوري. مساء الخير عدنان، وأهلا وسهلا فيك. كيف كانت تجربة تشكيل فريق اللاجئين من جنسيات مختلفة في بروكسل؟ أول شيء مساء الخير، ويعني كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. بداية يعني مشان موضوع الفكرة، يعني ببداية تأسيس النادي كانت الفكرة جدا عظيمة، وأنا توقعت إلى يعني نجاح مبهر، ولكن بالحقيقة مرأنا بكثير من الصعوبات. طبعا أنا بس لأشرح لك مدى تشجعي يعني ببداية تشكيل الفريق. نعم. وقت وصلنا لهون لقينا كم هائل من الشباب الواصل لهون من اللاجئين، ومعظم يعني الشباب قاعدين بدون اي شغل او بدون اي يعني فائده بدون اي عمل، وبالتالي خطر ببالي انه الفكره ممكن انه نحن يعني نستغل طاقات الشباب بمكان ايجابي، بسبب يعني بتعرفي انت باوروبا الانفتاح ويعني كل شيء متوفر. وحتى يعني انا بطبيعه الاحوال يعني الفكره الاساسيه كانت هي الاسلاموفوبيا المنتشر باوروبا، فانا حبيت انه نكون نحن صوره ايجابيه عن المسلمين المتواجدين باوروبا. نعم. فالفكره كثير عجبتني وحبيت انه نساوي شيء ونكبر بهذا النادي، ولكن الحقيقه كان في كثير من الصعوبات، لانه الامور مختلفه عن 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 الوضع ببلادنا. بفكرة تأسيس النادي والصعود فيه بتحتاج الإمكانيات ضخمة جدا، مادية وبشرية وإلى آخره. كان عندنا بعض المقومات البشرية الحقيقة، ولكن كانت الإمكانيات المادية معدومة جدا، يعني شحيحة جدا. واليوم هل عثرتم على تمويل ما؟ والله بصراحة أنا تركت الفكرة وتركت النادي بسبب أنه وصلنا لحائط مسدود. يعني أنا مع مدير النادي اللي هو شاب من حلب اسمه محمد رزوق، ذهبنا إلى كثير من المؤسسات وكثير من الأشخاص، حتى يعني حتى وصلنا لدرجة أنه صرنا نروح على بعض السوريين المتواجدين ببروكسل كتجار، وطلبنا يعني يد المعونة منهم، وحصلنا على مبالغ بسيطة يعني لا تذكر. فأنت اليوم إذا لست جزءا من فريق لكرة القدم. هلأ تركتهم، أنا اشتغلت معهم كمدرب،
وفي فترة من الفترات يعني ما كان متواجد حارس، فاضطريت اني انا العب بعض المباريات. بعدين وجدت انه الامور يعني متجهة الى يعني طريق مغلق، فآثرت الابتعاد وغيرت الاتجاه، يعني اتجاه البوصلة تبعي، بسبب انه انا ابحث عن حياة افضل. إلى أين يعني اتجهت البوصلة أو استقرت البوصلة اليوم عدنان؟ طبعا راح اشرح لك موضوع البوصلة. كان الخيار اني اتجه لبعض الأندية البلجيكية الصغيرة، يعني على مستوى المحافظة او على مستوى الإقليم اللي انا متواجد فيه. يعني كان عندي عدة أهداف من هذا الاتجاه. الهدف الأول كان إني التحق بدورات تدريبية أوروبية، لأنه ما بقدر التحق بدورات تدريبية وأعمل كورسات إذا ما كنت ممبرشيب بأحد الأندية البلجيكية، حتى لو كان يعني بدرجة متدنية خلينا نقول. الهدف الثاني اني اعمل علاقات جيده مع اناس بلجيك، واحاول اعمل يعني اندماج ايجابي معهم لحتى احصل على فرص عمل ممكن. وبالتالي يعني حققنا بعض يعني الاهداف. يعني هو الموضوع موضوع تراكمي بحاجه. انا فشلت عده مرات، لكن بالمره الاخيره هلا بهذا النادي اللي انا فيه أوجدوا لي فرصة عمل، يعني أنا بشتغل يعني، والحمد لله يعني. وعملت دورة تدريبية هي السيل الأوروبية، وأنا هلأ عم أنتظر بداية الموسم القادم لألتحق بالدورة التدريبية السيل لتدريب حراس المرمى. وبالتالي يعني بلشت يعني إيش ثمار يعني التخطيط اللي خططته. نعم، إذا البوصلة ما راحت يعني بشكل نهائي بعيدا من كرة القدم، بعيدا من مهنتك الأصلية. هلا انا ما بحسن اني اشتغل بمهنتي الاصليه كلاعب محترف، بسبب انه يعني الامور شوي معقده هون باوروبا. يعني ما انه سهل، حتى لو كان عندك سي في او حتى لو كنت لاعب مشهور او حتى لو كنت يعني شو من كنت، يعني في امور لازم تساويها، او لازم يكون عندك مدير اعمال قوي لحتى اقدر يعني ادخل على الانديه البلجيكيه في الصفوف الاولى، اللي بيدفعوا رواتب او اللي بيدفعوا مقدمات عقود والى اخره. فكان الحل ان اتجه للانديه الهاويه لحتى نغير شوي نعم حارس، لذلك. وحتى انا بسن متقدم يعني بالنسبه لكره القدم، يعني 35 سنه يعني باخر حياتي الرياضيه. فيعني الهدف الان باتجاه اني اصير مدرب. طبعا في مشروع مستقبلي او خطه يعني للمدى البعيد انا واضعها، يعني انا مشتغل على موضوع اني اكون مدرب، حتى انه ممكن اخذ الجنسيه البلجيكيه بعد فتره معينه، بعد سنه او سنتين نعم بكون حققت الشروط لاخذ الجنسيه. وان شاء الله انه يعني في فكره اني نعم اتجه اتجاه الخليج اني اصير مدرب هناك. نعم إذا حارس المرمى السوري عدنان الحافظ، كل التوفيق لك إن كان أمام المرمى أو في موضوع الجنسية، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك.